السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نتعلم إزاي نذاكر المواد. هبدأ بأهم مادة معانا اللي هي مادة أساسيات، لأن ناس كتير سألتني في التعليقات هنذاكر المواد إزاي، طيب إحنا هنذاكر المواد بالإنجليزي، هنمشي إزاي في المنهج وكل الأفكار دي. إن شاء الله هعرفك النهاردة، هبدأ بمادة أساسيات العملي والنظري، هعرفك هتذاكر كل محاضرة إزاي وإيه المهم في المحاضرات، وأقول لك على كل محاضرة هنت بسيط مش عايزك تدخل تذاكر المادة وأنت مش عارف حاجة عن المادة، فاهمين؟ عايزك تبقى داخل الدراسة فاهم هتذاكر موادك ازاي، مش تضيع وقتك في الفاضي. يلا نبدأ. يلا نبدأ. قبل ما نبدأ يا شباب، عايزين نربط العملي بالنظري. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو في محاضرة موجودة في النظري وعليها تطبيق في العملي في السكشن، هنربطهم الاتنين ببعض. مثلا اول محاضرة هتاخدها محاضرة البادي ميكانكس. يعني ايه بادي ميكانكس؟ بادي ميكانكس دي مو حركات احنا بنعملها، مثلا لو في وزن على الارض كده وحد عايز يشيله، في ناس هتشيل الوزن من على الارض وهترفعه غلط. ان شاء الله النهارده هعرفك تشيل الوزن من على الارض وترفعه صح عشان تتجنب السكليت الانجري، عشان ما يجيلكش مشاكل في ظهرك، يعني تتجنب الاكس فاتيج عشان ما تتعبش بسرعه، تتعلم التكنيك الصح. زي مثلا واحد بيروح الجيم، في ناس بتلعب غلط، بتشيل الوزن غلط وبتعمل التمرين غلط فبيجي لها مشاكل. ففكرة بقى البادي ميكانكس النهارده هعلمك ازاي تشيل وزن من على الارض صح، ازاي مثلا تنقل المريض من سرير لسرير عشان تتجنب بيشنت انجري، يعني هو ما يجيلوش مشاكل وانت كمان ما يجيلكش مشاكل. ان شاء الله النهارده هعرفك التكنيك الصح. ويلا نبدا، هجيب الكتاب وهربط الاثنين ببعض. يلا نبدا. ركزوا معايا يا شباب، اول محاضره موبيليتي اند بادي ميكانكس، دي المحاضرات كتاب النظري. طيب تعالوا كده نفتح كتاب العملي، بصوا كده معايا مكتوب ايه؟ مكتوب بادي ميكانكس، يعني دي المحاضره دي مهمه جدا جدا. انا هقول لك صوره، هوضح لك صوره هتفهم فيها المحاضره على طول. بصوا كده معايا الصوره دي، شايفين هنا قال لك عن الشخص ده صح وده غلط. ليه؟ الشخص ده شايل وزن صح لان الشخص ده نزل برجليه، اما ده نزل شوف ما نزلش بجسمه. يعني مثلا واحد راح الجيم لما بيجي يشيل الاوزان لازم انت تشيل الوزن صح عشان ما يجيلكش اصابات، واحنا بنشوف ناس كتير بتروح الجيم وبيشيل وزن غلط فبيجي لها اصابات. هنا بقى علمك تشيل وزن صح ازاي من على الارض، ده نزل برجليه، اما ده ما نزلش برجليه، ده تنى ظهره كده شوف فجاله باك بين ازاي. شوف ده الشخص ده نزل برجله الاول وشايل الوزن. طيب صوره ثانيه، ده عليها قال لك انكوركت وده قال لك عليها كوركت. ليه دي انكوركت؟ لان الوزن بعيد عن جسمه، اما ده الوزن قريب من جسمه، لازم يكون الوزن قريب من جسمك وظهرك يكون مفروض كده عشان ما يجيلكش اصابات. دي فكره المحاضره. الصوره يعني السكشن ده السكشن، تمام؟ ده السكشن وده النظري. انت كده من الصوره وضحت لك كل حاجه، انت بقى هتمسك المحاضره وتذاكرها وتفهمها. بس انا بعرفك ايه انت بسيط عشان مده الفيديو، لو قعدت اشرح لك كل كلمه كده ياخد مده كبيره، بس انا بس بعرفك كل محاضره فكرتها ايه عشان نكون فاهمين كده. احنا خلصنا اول محاضره، تعالوا ندخل على تاني محاضره. خلي بالك انا اللي بشوفه في النظري وكمان موجود في العملي بربط الاثنين مع بعض، اللي هلاقيهم يعني اللي موجود في النظري موجود في العملي بربطهم مع بعض، والمحاضرات الفرديه والسكشن الفرديه خليها لوحدها دلوقتي. خلينا بس اللي موجود في العمل والموجود في النظري نربطهم مع بعض. احنا خلصنا اول محاضره، هنروح لتاني محاضره. تاني محاضره بتتكلم عن الفايتال ساينس. الفايتال ساينس اللي هي العلامات الحيويه، هيكلمك ايه عن العلامات الحيويه؟ هتعرف قياس درجه الحراره، هتتعلم ازاي تقيس الضغط، هتتعلم ازاي تقيس النبض، هتتعلم ازاي تقيس معدل التنفس. هي فايتال ساينس يعني العلامات الحيويه. وبصوا دي اساس من اساسيات التمريض، اللي انت حاجه اسمها الفايتاليتي بتاع كده او في المستشفى ده بيفيتالوا العيان. فهي الفكره الفايتاله ان احنا بنقيس العلامات الحيويه اول ما المريض بيدخل المستشفى، فاهمين يا شباب؟ فكره دي فكره السكشن والمحاضره. طيب تعالوا كده نفتح الكتاب النظري والعملي عشان نشوف كده الصور والكلام. ركزوا كده يا شباب، ده كتاب ايه؟ النظري. بص مكتوب باجي تمبريتشر، بلس اند بلاد بريشر، ريسبيريشن اند اوكسجين نيد. انت عارف الثلاث محاضرات دول؟ يعني خد البادي تمبريتشر هشرحها لك في محاضره واحده، البلس اند بلاد بريشر هيشرحها لك في محاضره واحده، الريسبيريشن اند اوكسجين نيد هيشرحها لك في محاضره واحده. انا فوتت ثلاث محاضرات، بس انا بقول لك انا اللي بلاقيه في النظري في العملي بربطهم، ده خليهم في الاخر بس لما نخلص الاول. خلاص شوف ده النظري، تعالوا كده نفتح كتاب العملي. جاب لك الفايتال ساينس العلامات الحيويه، بص في سيكشن لوحده، في سيكشن تاخد الباجيت امبريشر والبلس والابيكال بلس والباد بريشر، شرحهم لك في سيكشن لوحده، اما في النظري خد لك كل جزء وشرحه. طيب تعالوا كده نفتح الكتاب السيكشن، يعني السيكشن هبدا بالعملي لان العملي فيه صور. دي الفايتال ساينس العلامات الحيويه، اقول لك غرضها احنا بنعملها ليه؟ عشان نعمل اسسمنت للحاله، عشان لما الحاله بتكون داخله لنا عشان لو في ديتكت اني ابنورماليتي وكده هندرس الحاجات دي. حط لك صوره كده، جهاز الضغط والثرمومتر اللي هو قياس درجه الحراره، هتتعلم هتشوف بقى اي انواع من الترمومترات، ده الترمومتر الزئبقي،
ده انواع من الترمومترات الانفراريد ثرموميتر، شايفين الترمومترات، هتدرس بقى انواع الترمومترات كلها، وشوف كل انواع الترمومترات صور كده في الكتاب هتتعلمها وهتذاكرها، فكره السكشن كده. طيب هنا بقى ايه قياس النبض، في قال لك في اماكن لقياس النبض هتتعلم الاماكن، في عندك حاجه اسمها تيمبورال، وفي عندك حاجه اسمها كاروتيد، وفي عندك حاجه اسمها فيمورال، دي الاماكن اللي بنقيس منها النبض. النبض لو هيحط ايدك كده على الشريان بتحس ان هو بنبض، فده بقى ايه، دي اللي هو الاماكن النبض، فاهمين؟ ده فكره السكشن. بعد كده بقى هتاخد بقى تتعلم ازاي تقيس الضغط، هيوصف لك السماعه يعني ايه بتتكون من ايه، اير لو اير تيب وهيد سيت وشيست بيس والكلام ده هتدرسه، دي جهاز الضغط، هتتعلم ازاي تقيس الضغط، ويعلمك بقى ويعرفك ان في انواع من قياس الضغط، ده الزئبقي وده الالكتروني. بص حاجات سهله وبسيطه، بس زي ما قلت لك المهم في الامتحان انت بتذاكر حاجه وتلاقيها سهله، الامتحان بقى بيجي افكار. فانا معاكم همت معاكم هشرح ان شاء الله المنهج النظري والعملي، وكمان احنا بنحل اسئله ونعرفتكم المواقع اللي بتجيبوا منها اسئله، بس لازم انا افهمك الماده انت هتذاكرها ازاي عشان نعرف احنا ماشي ازاي في المنهج. خلاص احنا الوقت كده خلصنا تاني محاضره، بس ما فتحناش كتاب ما فتحناش النظري، تعالوا كده نفتح النظري، نفتح النظري بسم الله. بصوا كده النظري لما فتحنا الكتاب ده، النظري بقى فايتال ساينس هيشرح لك بقى كل حاجه عن العلامات الحيويه زي البادي تمبريتشر. شوف بقى لما خد محاضره البادي تمبريتشر هيعرف لك كل حاجه عنها، النظري بيبقى فيه شرح مبسط، شوف مبسط شويه اه تمام. ده احنا كده خلصنا تاني محاضره، كده احنا خلصنا اول محاضرتين واول سكشنين وفاهمين الاثنين رابطينهم ببعض، اللي في النظري واللي في العمل، انتوا اكيد فاهمين احنا ماشيين ازاي. طيب ننتقل الى ثالث حاجه مهمه جدا جدا، حاجه اسمها الهايجين كير، هتلاقي كده مكتوبه في سكشن في العملي، وهتلاقي في النظري مكتوبه البيرسونال هايجين. يعني ايه الكلام ده؟ هايجين او كير بالبلدي كده تلاقيهم بيقولوا في المستشفيات بيعملوا كير العيان، بيعملوا رعايه، مثلا زي اورال كير، هير كير، باك كير، كير، فاهمين؟ ده فكرة السكشن او المحاضرة. تعالوا افتح الكتاب ونشوف هنذاكر ازاي. ركزوا يا شباب، احنا عارفين ان ده كتاب النظري مكتوب ايه؟ مكتوب بيرسونال هايجين. تعالوا كده نفتح كتاب العملي مكتوب ايه؟ مكتوب هايجين كير، هيكلمك بقى في العملي عن الباك كير، ازاي بنعمل كير للباك لظهر العيان، للاور كير للفم، اورال يعني فم، ازاي هير كير، ازاي بنعمل رعاية للهير بتاع العيان، كير هاندس اند الفيت، ازاي بنعمل رعاية لايديه وللقدم بتاع والقدم. شوف دي فكرة السكشن أو المحاضرة. طيب الصورة التوضيحية هتوضح لك كل حاجة، عشان هي بص لو جينا مثلا نفتح كده أول صورة، بصوا كده شايف الكير دلوقتي بتعمل كير للعيان ازاي، كير، ودي كمان صورة توضيحية دلوقتي بتعمل ايه، بتعمل باك كير. ده فكرة السكشن أو المحاضرة عموما، بس انت بقى تقعد تذاكر وتدرس وهشرح لك السكشن بالتفصيل، بس انا بعرفك كل حاجة كده هنت بسيط. خلاص دي كان ثالث سكشن ومحاضرة معانا، كده احنا خلصنا ثالث محاضره وسكشن الحاجات المشتركه. هننتقل بقى للحاجات الفرديه، يعني محاضره هتبقى فرديه وسكشن فردي. ركزوا، محاضره مهمه جدا جدا وهتلاقيها معاك طول 4 سنين، محاضره بتتكلم عن الهيلس اند هيلز اكسبيرتس. يعني ايه هيلس؟ انت تقول عن الشخص ده اللي هو هيلسي. ال WHO قالت لنا، اللي هي World Health Organization، قالت امتى تقول على الشخص ده ان هو صحيح او ذو صحه كويسه؟ قالت لك اذا ستيت اوف كومبليت فيزيكال اند منتال اند سوشيال اند نوت ميرلي ابسنت اوف ديزيز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما انت تحكم على شخص ده ان هو هيلثي عاميه كده، ان شخص بيحكموا على شخص ان هو هيلثي لما بيكونش عنده امراض، لا. ال WHO قالت لك هي حاله متكامله، سلسله كده من الكمال العقلي والبدني والاجتماعي، فاهمين؟ يعني لما شخص ما يكونش عنده امراض ما تحكمش ان هو مش هو هيلثي، انا عايز تبقى حاله متكامله، هو سوشيال اجتماعي، بيمارس رياضه، عنده صحه كويسه، فاهمين؟ عنده المينتاليتي كويسه، فدي انت تحكم على الشخص ده ان هو هيلثي. محاضره مشهوره جدا جدا هتتكلمك عن تعريف الهيلث والالنس يعني والكلام ده. تعالوا افتح الكتاب وقول انت بسيط. ركزوا معايا يا شباب، مكتوب ايه؟ مكتوب هيلث النس اند ديسبيرتيز. دي محاضرة، دي المحاضرة التانية عندي كده في الكونتنت بتاع الكتاب مكتوبة، يعني مترتبة المحاضرة التانية. تمام ركزوا بقى، نفتح كده الكتاب ونشوف هنذاكر ازاي. أول ما هتفتح هيقول لك بقى كده يعني الأوبجيكتيف، تقراها كده عادي. نركز بقى، شايفين ال WHO اللي هي ال World Health Organization قالت لنا يعني ايه تعريف الصحة؟ قالت لك is a state of complete physical, mental, social and not merely absence of disease. قال لك being healthy able to function well physically and mentally.
ورسمت لك صوره كده، والصوره دي موضحه لك كل حاجه. الصوره دي هتلاقيها عندك في استراتيجيات وفي لاس اديوكيشن، في مواد كتير جدا. شوف، وفي صحه مجتمع، شوف عنده حاله متكامله، سبيريتشوال سوشيال ايموشنال فيزيكال فيزيكال ايوه انتليكشوال. دي بقى انت تقول ان شخص عن ان هو هيلثي. شوف الحاله دي لازم يكون عنده الحاجات دي كلها كده متكامله عنده. تمام، ديت المحاضره الرابعه. نروح للسكشن الرابع. السكشن الرابع وقول كمان خامس، يعني هنجيب الرابع والخامس لان هم حاجتين سهلين مع بعض. هم بيتكلموا عن ايه؟ السكشن الرابع هيتكلم عن هاند ووشنج او الهاند هايجين. يعني بيتكلم فكره السكشن ازاي تغسل ايدك صح عشان تتجنب ان انت تنقل العدوى للمريض. هيقولها هيشرح لك كده في السكشن، يقول لك لما بنيجي نغسل ايدينا زي مثلا بالميه والصابون بالمو تو بالم، هيعرفك التكنيك الصحيح ان انت بتغسل بيه ايدك. ده اللي هو السكشن الرابع. طيب تعال كده نتكلمنا عن الخامس، هيتكلمك عن الجلافنج. الجلافنج اللي هو الجلافزات، ازاي تلبس الجوانت صح. الجوانت اللي احنا بنجيبه عشان ازاي تلبسه، بنلبسه في ايدينا عشان مثلا لما نيجي نتعامل مع المريض ما ينفعش كده نتعامل دايركت، لازم نلبس حاجه في ايدينا عشان الانفكشن وكده. ده السكشن الرابع، وده والسكشن الخامس. السكشن الرابع هيكلمك عن الهاند هايجين، واول سكشن هتاخده في تمرين. السكشن الخامس هيكلمك عن الجلافنج، ازاي تلبس الجلافز صح. تعالوا كده نبص كده صور في الكتاب عشان نعرف فكره السكشن. ركزوا يا شباب، مكتوب ايه؟ مكتوب هاند هايجين والجلافنج. ده السكشن الرابع وده الخامس، زي ما احنا ماشيين كده بالترتيب. طب الهاند هايجين هيكلمك عن ايه؟ ماده سهله وبسيطه، يعني سكشن سهل وبسيط. هيكلمك عن الصوره دي موضحه لك كل حاجه، ازاي تغسل ايدك صح. شايفين مفيش اسهل من كده. طيب سكشن الجلافنج، سكشن الجلافنج ازاي تلبس الجوانت اللي هو الجلافز، والصوره اللي هجيبها لك ديت موضحه كل حاجه. ها شايفين لبس الجوانتي، حاجه سهله جدا وبسيطه كده. احنا خلصنا ايه؟ خلصنا اربع محاضرات وخمس سكاشن. ده الجزء الاول من شرح ماده اساسيات التمريض. استنوا الجزء الثاني. كده احنا خلصنا اول اربع محاضرات واول خمس سكاشن. ده الجزء الاول، استنوا الجزء الثاني. خليها نخليه فيديو لوحده عشان مده الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير، ولو عايزين حاجه اكتبوا لي تحت في التعليقات فكره جديده نعمل موضوع جديد، حاجه انتم مش فاهمينها اكتبوا لي ان شاء الله في التعليقات وانا هرد عليكم، وان شاء الله هنزل فيديوهات. واستنوا فيديوهات قويه جدا جدا. سلام.